ده التركيز بتاعك. طب بس اكتر عليه فايت بس بيستوي واكيد يعني شفته كده الحاجات الاولى لما تطلعوا ثانيه. النهارده ان شاء الله هنبتدي بمحاضره الانتجريشن ليكتشر بين ذا هيستولوجي ديبارتمنت اند ميديكال ديبارتمنت اندر ماي سوبرفيجن. اتشرف ان انا كنت سوبرفايزر للمحاضره دي من جهه الهيستولوجي release the bacteria choice into the duodenum to help the digestion food. Okay.
كون عصر الدرس على الفايل ما بين الاتنين في بعضها. بعد كده بيدخل جوه السكريبتور جنبوه جوه الكولشر اناليتكس، وبعد كده بتحصل لها انها بتخلص من الكولشر اناليتكس على حاجه السكريبتور جنبوه. السكريبتور جنبوه دي فيها كونفيرتد فايل بتحول البلوك انسولين انتو انسولين اند سيب فايل. سيب فايل اللي اتكلمنا عنه من شويه ان هو ¡Gracias!
فرق كبير بين التعليم العقائدي والسطح الوظيفي. لما كنت هناك الدكتور قابلتني وقابلت زمايلي وعرفوني ازاي نتعرف على الحالات اللي بتيجي والحالات اللي بتكون معظمها ضيابات عندهم مرض السكر. طبعا ده مرض العصر السكر والضغط كل الناس معظم الناس بتشتكي منهم وخصوصا هنا في مصر. فبدات اتعرف على الحالات واشوف حالات واعرف ازاي مثلا يجيلهم المرض او ابين عليهم ازاي. دايابيتس ايه؟ دايابيتس يعني زياده اليورين. ما يبقاش موجود فيه
اوكي ولما حصل كومبليت ديستراكشن للبيتا سيل حصل عندها ايه؟ بايب كلورايد. لا هو مش كومبليت ديستراكشن. ازاي؟ ان هو بدا يتكون ان الفلتر بدا يقل تدريجيا. طب ازاي ده؟ هو ايه اللي بيحصل اساسا عشان نعرف ان ده بايب كلورايد؟ هي مالتي فاكتور سيندروم بيحصل زي مثلا الاوبيستي او الانسان لما يكبر في العمر يحصل له دايبيتس او ستريس او كده. اوكي بيحصل فيها بعض الاشياء فيزيكال او ممكن يكون السبب الاساسي ده فيزيكال ان اكتيفيتي للبيتا سيلز. السبب مثلا وبيزيد الـ 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 الـ
مركز من